النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنتحدث بها عن الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال الأيام القادمة. نبدأ هذه النشرة الجوية بتوزيع لما يسمى بخرائط الضغط الجوي. نهار هذا اليوم كان الطقس بشكل عام طقس مستقر في أغلب مناطق المملكة، ربيعي دافئ، ذلك ناتج عن تمركز لمرتفع جوي إلى الشرق من البحر الأبيض المتوسط وامتداده باتجاه المملكة. هذا ما عشناه من حالة من الاستقرار التام على الأجواء، لكن اعتبارا من نهار يوم غد الخميس توقع أن يتقدم منخفض جوي في طبقات الجو المتوسطة والعالية من البحر الأبيض المتوسط، ويتصادف مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر. هذا التصادف والالتقاء ما بين المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو المتوسطة والعالية والتقاءها مع منخفض البحر الأحمر سيعمل على تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي من جديد. ونود أن نذكركم بأن الأحوال الجوية غير المستقرة أو حالات عدم الاستقرار في فصلي الخريف والربيع تختلف بسماتها تماما عن ما نشهده في فصل الشتاء في الأردن، فتتميز هذه الحالات بأنها عشوائية الطابع وتؤدي إلى هطول زخات رعدية دائما من الأمطار عندما تحدث، وتكون أحيانا في نطاقات جغرافية ضيقة للغاية، وهذا لا يمنع أن تكون أحيانا ما بين غزيرة إلى شديدة الغزارة وتؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية، ولكن كما ذكرنا تكون ذات طابع عشوائي محلي، أي أننا في منطقة معينة قد تكون فيها الأجواء ماطرة ورعدية وفي منطقة مجاورة تكون فيها الأجواء مستقرة. إذن هذه حالة من عدم الاستقرار الجوي توقع أن تتطور تدريجيا اعتبارا من ساعات ظهر وعصر يوم غد كنتيجة لهذا المنخفض للبحر الأحمر الممتد. وحتى إذا شهدنا يوم الجمعة أيضا يتحرك هذا المنخفض الجوي ليصبح شمال الأراضي السعودية، ولكن تبقى المملكة تحت تأثير امتداد هذا المنخفض الجوي، وبالتالي تستمر الأجواء غير المستقرة بأنها تكون في أغلب مناطق المملكة، ولكن تدريجيا مع نهار يوم السبت يتقدم مرتفع جوي قادم من الأراضي المصرية ليعمل على عودة الأجواء المستقرة من جديد إلى أجواء المملكة. نتعرف على الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان عبر خرائط المحاكاة الحاسوبية. كما نلاحظ أيضا نهار هذا اليوم وهذه الليلة أجواء يعني مستقرة خالية من أي فرص لأمطار، سوى أمطار ضعيفة خفيفة جدا قد تحدث بسبب وجود بعض السحب المتوسطة والعالية، ولكن نهار يوم غدا كما نلاحظ مع ساعات الظهيرة يبدو هناك فرص لهطول الأمطار، وكما سنلاحظ إذن الأمطار في مناطق عشوائية الفرصة متاحة اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر وعصر يوم غد. هذه الزخات من الأمطار تكون رعدية الطابع، أي أنها مصحوبة بالرعد والبرق أحيانا، كما أن هذه الزخات تكون أحيانا غزيرة ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة، وبالتالي يسمح ذلك لحدوث السيول وجريان الأودية كون أن غزارة الأمطار تكون مرتفعة وفي أوقات قصيرة كما تشاهدون. إذا مناطق عشوائية من شمال ووسط وأيضا إضافة إلى بعض مناطق الأغوار شرق المملكة البادية الجنوبية الشرقية، وحتى أن هناك بعض الأمطار محتملة فوق جبال الشراكة نتيجة لتطور ما يسمى بالسحب الركامية. في حين إذا انتقلنا في ساعات ليلة الخميس على الجمعة يتوقع أن تسود معظم المناطق الشمالية والوسطى أحوال جوية غير مستقرة للغاية، ربما سنشاهد البرق والرعد بشدة خاصة في المناطق الشمالية مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة، وتكون الفرصة كما ذكرنا متاحة لحدوث زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. مع ساعات صباح يوم الجمعة تضعف مؤقتا فرص الهطول، ولكن كما تلاحظون على الخريطة هناك مناطق عشوائية فيها المملكة
تكون الفرصة فيها متاحة لأن تشهد زخات رعدية. تعود الفرصة على العاصمة عمان مع ساعات بعد ظهر يوم الجمعة مرة أخرى، وكذلك الحال في المنطقتين الشمالية والوسطى، لأن تحدث زخات رعدية من الأمطار ذات طابع عشوائي وتكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، ونعيد ونكرر أنها قد تؤدي لجريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق. ولكن اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة تبدأ الفعالية الجوية بالتراجع ويعود الطقس الاستقرار التدريجي مع دخول مرتفع جوي وتوقع أن يؤثر على المملكة. إذن الأحوال الجوية هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا بوجه عام بسحب على ارتفاعات مختلفة، هناك فرصة ضعيفة لزخات خفيفة من الأمطار بمشيئة الله تعالى، ودرجة حرارة صغرى 15 درجة مئوية. بمعنى آخر أن الليلة القادمة ليلة الخميس على الجمعة الأربعاء على الخميس تكون ذات درجات حرارة أدفع مما كانت عليه في الليالي الماضية. قد يكون الطقس مناسب في بعض المناطق للجلوس في شرفات المنازل والخارج في هذه الأجواء هذه الليلة. نتعرف غدا على الأجواء المتوقعة في المملكة في محافظات المملكة المختلفة، وكما ذكرنا الأحوال الجوية غدا غير مستقرة. سنبدأها من المناطق الشمالية من المملكة. إذن في إربد ستكون أجواء غدا غير مستقرة، هناك فرصة لهطول أمطار رعدية خاصة في ساعات بعد الظهر والعصر، لكن كما نلاحظ درجة حرارة 25 درجة مئوية، أي أجواء دافئة ربيعية دافئة خلال ساعات النهار تكون، وسينقلب الطقس بشكل مفاجئ في ساعات بعد الظهر والعصر. و25 إلى 14 منخفض البحر الأحمر بالعادة يجلب أحيانا الأجواء أو يجلب في العادة أجواء دافئة إلى المملكة. في جرش 24 إلى 14، عجلون 22 إلى 13، وفي المفرق من 26 إلى 13، وجميع هذه المناطق الفرصة متاحة لأن تشهد زخات رعدية من الأمطار بعيد ساعات العصر. انتقالا إلى المناطق الوسطى، في السلط 25 إلى 14، في عمان 22 إلى 12، مادبة 25 إلى 12، البحر الميت 31 درجة مئوية تنخفض إلى 18، وفي الزرقاء من 27 إلى 14، وجميع هذه المناطق الفرصة متاحة لأن تشهد زخات رعدية من الأمطار بعيد ساعات العصر. المناطق الجنوبية في المملكة، الكرك من 21 إلى 10، أجواء غائمة جزئيا، الفرصة أضعف نوعا ما في الكرك، ولكن تبقى الطابع العشوائي هو الطاغي في هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. في جبال الشراء سواء في الطفيلة أو في الشراء هناك فرصة لأن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار بعيد ساعات العصر. درجة حرارة في الطفيلة 23-9 درجات، وفي الشراء من 20-9 درجات، معان 24-11 مع أجواء غائمة جزئيا، وفي العقبة ترتفع إلى 32 درجة مئوية غدا، أجواء حارة نسبيا تنخفض إلى 17 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الشرقية من المملكة، في أرويجة 27-13 أيضا الفرصة متاحة غدا لزخات رعدية من الأمطار، كذلك الأمر هو في الصفاوي وفي الأزرق، ولترتفع في الصفاوي غدا 28 تنخفض إلى 12، وفي الأزرق 29 إلى 14 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. إذن غدا الخميس كما تحدثنا فرصة لأمطار رعدية وتزايد لتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، درجة حرارة 22، ليلة 12 درجة مئوية، أجواء ليلة الخميس على الجمعة غير مستقرة، وسنشهد فيها بمشيئة الله طبعا زخات رعدية من الأمطار. تبقى فرصة الأمطار الرعدية المتاحة يوم الجمعة حتى في العاصمة عمان، ولكن يوم الجمعة سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتميل الأجواء للبرودة في ساعة النهار، بل ربما تكون باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، تكون درجة الحرارة العظمى 16 تنخفض إلى 12 درجة مئوية. أما يوم السبت فتعاود درجات الحرارة الارتفاع تصل إلى 21 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض إلى 14 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا في ساعات الليل. لكن في ساعات النهار هناك احتمال، ونراقب أن هناك احتمالية لأتربة مثارة وأجواء مغبرة بعض الشيء، وذلك نتيجة لتمركز وتموضع منخفض البحر الأحمر فوق السعودية. نحن سنتأثر بمرتفع جوي، وذلك بسبب هذا المرتفع ستستقر الأجواء، ولكن وجود هذا المنخفض البحر الأحمر فوق مناطق السعودية قد يدفع ببعض الأتربة والرمال نحو المملكة نهار يوم السبت. نعود ونذكر مرة أخرى بأننا سندخل في فترة حظر شامل اعتبارا من ليلة الخميس على الجمعة. الجمعة والسبت ستكون هناك يعني فترة حظر شامل، تالي ندعوكم إلى الالتزام في البيوت، وأيضا ندعوكم إلى القاطنين في المناطق المنخفضة الانتباه من خطر جريان الأودية وتشكل السيول، وإبعاد الأطفال أو أيا كان في الخارج من مجاري هذه الأودية في أي كانت مناطق سكناكم بسبب هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، والتي في العادة كما ذكرنا سواء في الخريف أو في الربيع تكون مرفقة ب
هذا النوع من الأمطار الرعدية التي تسبب تشكل السيول. أتمنى لكم دائما تكون بصحة وعافية، وتابعوا دائما ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.